الآن في كل حي عندنا مسجد ضراب، يفترض بأن المساجد أيضا تقلص حتى يكثر الناس. الناس الآن يتذمرون، أئمة المساجد يتذمرون من قلة الحاضرين في المساجد. يعني تخيلي حينما هذا الصوت يزعج المصلين أو يزعج الأطفال الصغار حينما يخيفهم، هذا أذان من جهة وهذا من جهة وبشكل مرعب يثير الفزع في هذا البلد. يفترض بأن المساجد أيضا تقلص حتى يكثر الناس. قلنا إنه دلالة على تسرطن تيار الصحوة في كل مجالات الحياة عندنا وفي كل الجهات الرسمية وغير الرسمية. كل ما عند مسجد لكل مواطن عندنا